جملة من الاتهامات وجهتها القوى السياسية لبعضها بعد قرار البرلمان العراقي إخراج القوات الأمريكية والتي أثارت سيناريو الإقليم مجدداً، في حين نفت القوى السياسية المشتركة في العملية السياسية الحديث عن هذا الموضوع جملة وتفصيلة، مؤكدين تمسكهم بوحدة التراب العراقي. أهالي محافظة الأنبار رفضوا مجرد التفكير بالتقسيم، فالعراق واحد ولن يقسم. نسمع ترويج الإشاعات، لأن احنا بالعامية يقولون الطابور الخامس، ترويج إشاعات لتقسيم محافظة الأنبار لكي تكون أقليم. احنا نرفض هذا الأمر رفضا قاطعا باسم شباب الأنبار وباسم أهل الأنبار وباسم الخيرين الأنبار، نرفض هذا الفكرة جملة وتفصيلا. أبناء الأنبار هم جزء من أبناء العراق. نرفض فكرة التقسيم وفكرة الأقاليم. محافظة الأنبار تبقى محافظة عراقية، جزء من العراق، واحنا يعني اخوان، يعني دائما يعني ربنا من احنا صغار يعني نكره شلت هاي الطائفيه ونكره التقسيم ونكره كل شيء. يعني شلت الاقاليم ما تخدمنا، احنا محافظه شلون جزء من العراق. الناطق الرسمي باسم العشائر المتصديه للارهاب الشيخ سفيان العيثاوي قال ان الفكره جاءت على لسان الذين يسعون لتقسيم العراق لغايات شخصيه. كلنا مع أمن واستقرار العراق، ونرفض المتطفلين واللي يحاولون أن يعزفوا على وتر الأقلمة وتقسيم العراق. العراق واحد موحد في الظروف اللي اليوم احنا مرينا بظروف صعبة جدا، فكان موقف من عشائر الوسط والجنوب مساعد داعم لأمن واستقرار، بل قاتلوا معنا وحرروا الأنبار، فيجب أن يكون لنا موقف داعم لوحدة العراق وأمن وسيادة العراق. وبحسب محللين فإن الحديث عن التقسيم يتصدى له الشباب العراقي الواعي المنادي بالحرية والتغيير في ساحات الاحتجاج، والمؤمن بوحدة العراق واستقلاله وسيادته وتساوي مواطنيه أمام دستور عادل لا يفرق بين الطوائف ويساوي الجميع في الحقوق والواجبات، وهو ما يغضب أصحاب المصالح والمنتفعين من نظام المحاصصة والطائفية والتقسيم ومن يديرهم من الخارج.